مساء الخير مشاهدي موقع سعود حبريل، أنتم الآن مباشرة معنا من المنطقة التي تم العثور فيها على جثة الطفل عدنان الذي اختفى قبل أيام. هنا الآن الفرقة الوطنية تقوم بتحديد مكان الجثة ومعاينتها. في الحقيقة كانت نهاية مأساوية بعدما اختفى الطفل عدنان لمدة، وكما تشاهدون الآن حجيج من المواطنين يحج إلى مكان الجريمة. هنا يبدو أن الشرطة حاولت يعني تحديد المكان بدقة، يتم الآن رفع الجثة من مكانها. هنا في هذا المكان بالضبط، في هذا المكان حيث توجد الفرقة الوطنية، هنا في هذا المكان مجموعة من المواطنين يتساءلون مكان الحادث هنا بالضبط بالمنطقة طريق الرباط أمام الشارع الذي يؤدي إلى دار المدينة أو مستشفى محمد السادس على الطريق الرباط. طبعا عائلة الطفل عدنان متواجدة هنا وهي في حالة مزرية يعني لهذا الخبر الذي نزل علينا كالصاعقة. حجيج من المواطنين يحج إلى المكان. طبعا على الصفحة مجموعة من متتبعي الصفحة هم أيضا مذهولون لهذا الخبر الجلل. طبعا كنا ننتظر أن يكون حيا يرزق، ولكن مع الأسف النهاية كانت مأساوية لهذا الطفل البريء الذي لا نعرف إلى حدود اليوم ماذا كان الهدف من اختطافه. وطبعا بعد قليل سنعرف المعلومات بتفاصيلها. في انتظار أن تقوم الشرطة العلمية بالبحث في الموضوع. طبعا هناك إجراءات التعرف على الجثة أولا. قاعدين نعم قاعدين ليه؟ شكون سيدك؟ صحاب فقط كنقوم بالمباشر. مرحبا مباشر. لا مصحف. لا ابدا مرحبا مرحبا. شو على الرسم سالت العمليه نهايه مأساوية ولله. يعني بصراحه كنا كنتمنى تكون النتيجه. لا كانت تكون نتيجه
وقلني العملية قام بها قبل ما يدكلاري بها بعد ما ندير غالب الله غالب. هادو عناصر الشرطة الوطنية اللي قاموا بالبحث من أجل إخراج الجثة. طبعاً تم قطع الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى مستشفى محمد السادس من أجل إنهاء مهمة تحليل الجثة وأيضاً التعرف عليها. لا يسعنا إلا أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون في هذا المصاب الجلل الذي أصاب عائلة الطفل عدنان، وأيضا هو إصابة لمواطنين أو لسكان مدينة طنجة كلهم الذين تعاطفوا مع هذا الطفل البريء الذي لا يعرف إلى حد الآن كيف تم استدراجه إلى هذا المكان وما هي الأسباب الرئيسية من وراء اختفائه. عييت معايا باش كنتصل به عمها قيلة في التليفون. لا لا عيطت عشان طبعا هذه سيارة الإسعاف التي تأخذ الطفل الآن الطفل عدنان إلى نشكر طبعا كل متابعي القناة على تعاطفهم مع الضحية وأسرتها. هي اللي خرجت عندما كان هي في ساحة كما توضح الصورة أن حجيج من المواطنين يحج إلى هذا المكان من أجل معرفة حقيقة رحمه الله وأسكنه فسيح زمانه. طبعا هذا الطفل كان ضحية من الضحايا الذين اختطفوا من قبل، الذين كانت أسباب خفية ولكن بعدها تم اكتشاف الأسباب الرئيسية من وراء الاختفاء. هنا في هذا المكان وبالضبط في هذا المنحدر تم العثور على جثة الطفل عدنان وتم نقلها قبل قليل إلى مستشفى الأموات. جميع الزملاء الصحفيين حضروا إلى عين المكان وهم الآن خليكم تتشهدوا البيض دي صافي صافي خليكم تتشهدوا البيض. طبعا جميع أزهزة الشرطة بعين المكان وأيضا الشرطة العلمية المتخصصة في رفع البصمات وكذا تحليل المعطيات الأساسية والرئيسية التي
من شأنها أن تدل على أسباب وجود الطفل بهذا المكان. طبعا الآن نقترب إلى المكان الذي تم رفع فيه الجدار، هو هذا المكان بالضبط هنا في هذا المكان. هنا بهذا المكان بالضبط تم رفع جثة الضحية عدنان الذي اختفى منذ مدة، ويبدو أن العناصر الأمنية قامت بتحديد المكان بدقة. هنا في هذا المكان بالضبط حجيج من المواطنين يحج إلى المكان الذي تم العثور فيه على الضحية عدنان الطفل الصبي. وهناك أنباء على أن السلطات الأمنية قامت أيضا باعتقال أحد المشتبه فيهم الذي كان السبب الرئيسي في هذا الحادث. مرة أخرى ننتقل إلى المكان الحادث، هنا في هذا المكان بالضبط في هذا المكان السلطات الأمنية قامت بتحديد المكان بدقة. يبدو أن عناصر الجريمة كانت مدبر لها من قبل. لا زال هناك حجيج من المواطنين يحج إلى المكان الذي تم رفع جثة الضحية فيه، الضحية عدنان. أسأل الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان. طبعا كانت فاجعة بكل المقاييس لسكان مدينة طنجة بالضبط. يبدو أن أسرة الضحية تتواجد بهذا المكان. عرفتي فين هذا؟ لا انا باقي نزل في اللايف. شي يونس ما عرفتش شني بالضبط قالنا. انا
تلاحظون حجيج من المواطنين يحج إلى مكان الجريمة. يبدو أنها ليلة بيضاء. فضول المواطنين يدفع بهم إلى المجيء إلى المكان. وحسب مصادر من السلطات الأمنية فإن الضحية فإن أحد مشتبه تم اعتقاله. إذن حسب بعض المصادر من السلطة المحلية تقول أن جثة الطفل أيمن وجدت وهي مقطعة أطراف وأجلاء. وأيضا تم اعتقال أحد المشتبه فيه. أنت ما عيط لأم شيء؟ آه، شو أم؟ عمرة طيب. أم. سامط. طيب. فقط هذا الشيء.